والدة السيد حسين المعتقل محكوم 40 سنة، وكان مطارد صار لك 5 سنين مطارد، ولا يوجد ديانة على سفرة شغل رمضان، ما يتواجد ديانة. حتى لو جاي بطور ياخذ لك بطور بالغيبة ويطلع. قال لها دي 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 ركضة ويطلع. ما شفنا في شهر رمضان 5 سنين حصار له ما ينوجد ديانة في سفرة في شهر رمضان. وحين هو صار لي الحكم صادوا، سووا لي تأمين وصادوا صادوا، وحين صارت على عدة قضايا، عدة قضايا وانحكم فيهم كاملهم، ولا قضية طاحت كلهم انحكم فيهم. صار عليه التمييز، نزلوا عنه بقضيتين في محكمة والبقايا كلهم اتفتتوا عليه. فالحين الحكم 40 سنة، 40 سنة هاي وش يقضيها؟ أنا 40 يقضيها لرب العالمين، يخلص من هالسجن ويطلع ورقات شهرها المبروك علينا على المؤمنين والمؤمنات. فرج عني عن كل معتقل وكل أسير وكل سجين، فرج عن المؤمنين والمؤمنات.